خير يا أطفال يا حلوين، رجعنا لكم مرة تاني. النهاردة هنشرح حرف الثاء. حرف الثاء فيه كلمات كتير، زي ايه؟ ثوم، كمثرى، مثلث، ثلج، ثياب، ثعبان، ثور، ثلاجة، ثعلب. والثاء ليها حركات فتحة وكسرة وضمة. تعالوا نشوف الثاء فتحة. ثاء فتحة ثلج، ثاء فتحة ثاء ثلج، ثاء فتحة ثاء ثلج، ثاء فتحة ثاء ثعلب، ثاء فتحة ثاء ثعلب، ثاء فتحة ثاء ثلاجة، ثاء فتحة ثاء ثلاجة، ثاء فتحة ثاء ثوم، ثاء فتحة ثاء ثوم، ثاء فتحة ثاء ثور، ثاء فتحة ثاء ثور. هنعيد عليهم تاني. ثاء فتحة ثاء ثلج، ثاء فتحة ثاء ثعلب، ثاء فتحة ثاء ثلاجة، ثاء فتحة ثاء ثوم، ثاء فتحة ثاء ثور، ثاء فتحة ثاء ثياب. سوري يا أطفال يا حبايبي، آخر حاجة ثاء فتحة ثور، ثياب لأ. ثاء كسرة ثي ثياب، ثاء كسرة ثي ثياب. ثاء ثو ثعبان، ثاء ضمة ثو ثعبان. تعالوا نشوف بتتكتب ازاي. الثاء في اول الكلمة زي ثوم، ثوم. شايفين شكلها ازاي؟ الثاء في وسط الكلمة زي كمثرى، كمثرى. شايفين شكل الثاء في وسط الكلمة؟ الثاء في آخر الكلمة زي مثلث، مثلث. يبقى في أول الكلمة ثوم، في وسط الكلمة كمثرى، وفي آخر الكلمة مثلث. نيجي للحفظ والكتابة. أول كلمة هي ثلج، ثلج، ثاء. هنبتدي بثاء فتحة، ثاء، ثاء فتحة ثاء، ل، لام، ثلج، جيم، حرف الجيم، ثاء فتحة لام جيم ثلج. الكلمة التانية ثور، ثاء ثور. يبقى نبدأ بثاء فتحة، ثاء،
ث فتحة ث و حرف الواو ث و ر حرف الراء ث فتحة واو ر ثور. نيجي بقى للكتاب بتاعنا كتاب التواصل، هنفتح صفحة 58. صفحة 58 دي هنلون كل ثعبان جواه حرف السه، كل ثعبان حرف السه لونه بأي لون يعجبك. نشاط رقم 2 بيقول لنا ضع علامة صح تحت الصورة التي تبدأ بصوت الثه. ثعلب دي فيها حرف الثه أولها الثه، يبقى نحط تحتها علامة صح. وسادة، وسادة فيها حرف الثه؟ لا، يبقى نسيبها. اللي بعديها ثلج، ثلج بتبتدي بحرف الثاء، يبقى نحط تحتها علامة صح. الصورة اللي بعديها ثور، ثور أولها ث، يبقى نحط تحتها علامة صح. آخر صورة زرافة، زرافة فيها حرف الثاء؟ ما فيهاش، يبقى نسيبها. يبقى عندنا الثعلب والثلج والثور. النشاط الثالث سل الصورة بالحرف المناسب. هنا عندنا ثعلب، ث ثعلب، يبقى سه فتحة، يبقى نوصله بالسه فتحة. ثلاجة، ثلاجة، س فتحة، يبقى نوصلها بالسه فتحة. مثلث، مثلث، دي في النص دي ث سكون، يبقى هوصلها بالث السكون. ثعبان، ثو، يبقى سه ضمة، هوصلها بالث ضمة. ثياب، ثياب، يبقى سه كسرة، هوصلها بالث كسرة. ثور، ث ثور، سه فتحة، هوصلها بالث فتحة. الرابع استمع وارسم دائرة في موضع حرف الث. الث هنا عندنا ثلج، ث ثلج، حرف الث في الأول، يبقى هحط دائرة في المربع الأولاني. مثلث، مثلث فيها اتنين سه، مثلث التاني، الحرف التاني والأخير، يبقى حط دايرة في المربع التاني ودايرة في المربع الأخير. آثاث، السورة دي آثاث، الساء في الآخر حرف، آثاث في الآخر وفي في النص تاني حرف، آثاث، يبقى المربع التاني هحط فيه دايرة والمربع الأخير هحط فيه دايرة. النشاط اللي بعدين اللي هو رقم 2 عندنا كلمة موز وعندنا قرش وعندنا ثلج. هنا أنصاص الكلمة، الحرف الأخير هتلاقيه في الناحية التانية. هنشتغل إزاي؟ كلمة مو فين الحرف الأخير بتاعها؟ الزين، يبقى هوصلها بالزين وأكتب قدام الزين كلمة موز. ميم فتحة ما و واو موز زين. هنا شكل القرش، قر فين الحرف التاني؟ شين، هوصله بالشين، يبقى قرش، هاجي قصاد الشين واكتب
كلمة قرش، نستهجها قاف كسرة قي ر ر قرش شين. عندنا هنا شكل ثلج، ثل أوصلها بالجيم ثلج، وأكتب قدام حرف الجيم الكلمة ثلج، سه فتحة ف ل لام ثلج جيم. النشاط اللي بعد كده بيقول اكتب الحرف المناسب. هنا عندنا ثور، حطيت لي الواو والراء، ناقص ايه؟ ناقص حرف السه الاولاني، يبقى حشبك فيها ث، ثور. ث فتحة واو ر ثور. نيجي للماوس، هنا ناقصها الواو، ما و ناقصها واو، هكتب الواو يبقى موز، ميم فتحة واو زين موز. هنا دي ورق، حطيت لي الراء والقاف ناقص الواو، واو ورق ورق. شكرا حبايبي، باي باي، يا رب تكونوا استفدتوا